حياكم الله معانا وهذه الجلسة الجديدة اللي نتكلم فيها عن بعض الجوانب النفسية الصحية للاعبين الرياضيين أو الرياضة والصحة النفسية. من مشاكل الرياضة الرئيسية اللي يعاني منها كثير من اللاعبين هو هذه الرغبة في الاستمرار في القمة، وهذا شعور مزعج جدا. دائما في كل شيء في الحياة، للأدباء، للعلماء، للرياضيين، للفنانين، دائما ينقال الوصول للقمة سهل، الاستمرار على القمة هو الصعب. وهذه مشكلة. يعني أنت خلك الآن من الرياضي نفسه أو اللاعب نفسه، أنت شوف الجماهير اليوم، شنو مشكلة جماهير مانشستر يونايتد؟ مشاهير جماهير مانشستر يونايتد هم اللاعبين، مشكلتهم الرئيسية اليوم هو أنهم كان عندهم هذه الرغبة في الاستمرار في القمة، فيوم ما استمر الفريق في القمة صار عندهم مشكلة. جماهير ليفربول أيضا كان عندهم نفس المشكلة. أنا ما راح أتكلم عن القادسية وعربي عشان لا أحد يزعل مني، أتكلم ليفربول ومانشستر أهون شوية. فيوم من يو يعني ليفربول، عشان بس أقول لكم شنو التأثير النفسي، الأغنية المشهورة مالتهم ها You'll never be alone، ها ما راح تكون وحيد، مالت ليفربول، من وين يت؟ من إحساسهم أنهم مو قادرين يستمرون على القمة، فصار نوع من الأسى في اتجاه فريقهم فسووا هالأغنية هذه. فإذا الاستمرار في القمة أو الرغبة في الاستمرار في القمة شعور ليس سهل، شعور مزعج، وقد يقود اللاعب إلى مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. واحدة من اللاعبات المشهورات 1997 كانت بطلة العالم في القفز الطويل وفي 200 متر، أعتقد في 200 متر وال100 متر كألعاب فردية، وفي التتابع 100 متر وال200 متر اللي هي 104 و204 و98 و99 بطلة العالم وصاحبة الأرقام القياسية في ذلك الوقت. 97 98 99، لكن ظهورها مثل ما احنا قلنا، بداية ظهورها القوي سنة 97، الألعاب الأولمبية كانت 96، والألعاب الأولمبية اللي راح تلحقها راح تكون في سنة 2000. ظهرت إلى القمة في 97، استمرت على هذه القمة 98 99، جت دورة الألعاب الأولمبية في 2000 في سيدني. الآن مي كانت المشكلة؟ ماريان جونز، هذا الاسم اللامع في عالم المضمار مثل ما يسمى، أم الألعاب، ألعاب القوى، وفي الألعاب اللي هي تحتاج إلى هذه الطاقة البدنية العالية جدا، قفز طويل 100 متر 200 متر، يعني دائما يقولون سباق 100 متر قاتل الرياضيين، عشان شيء دائما يكون في قيمة جسمانية معينة ونفسية وذهنية للاعبين اللي تميزون في هذه الألعاب، والإصابات فيها عالية. فإذا هناك تحدي أنه يحتاج إلى قوة جسمانية، فلازم يكون اللاعب في قمة شبابه وقمة عطاء الجسدي، وأيضا يحتاج إلى تركيز ذهني عالي، فلازم يكون مشاغل الحياة محدودة عشان أقدر أنا أركز، ويحتاج أيضا أن تكون إصاباتي قليلة عشان يكون جسمي قادر على العطاء في الوقت اللي الرياضات هذه تسبب الإصابات. ماريان جونز جت في سنة 2000 وهي في هذه النقطة، الرغبة في الاستمرار في القمة. ماذا حدث؟ هذا اللي راح نتكلم فيه بعد هذا الفاصل.
جت ماريان جونز سنة 2000 قمة في 97 سيطرت على سنة 97 تماما في الوثب الطويل في 100 متر 200 متر 98 مسيطرة على الوثب الطويل و100 متر و200 متر و99 مسيطرة على الوثب الطويل و100 متر و200 متر كلعبة فردية غير لعبها مع المنتخب الأمريكي في تتابع 100 وفي تتابع 200 وصلت سنة 2000 في هذه الرياضة المرهقة للرياضيين بشكل عام فما بالكم في جسم امرأة وصلت جسم بدأ في الانحدار قليلا ولكن رغبتها وطموحها في الاستمرار في القمة مستمر دخلت سيدني وفاجأت العالم مفاجأة خطيرة خذت 3 ذهبيات وثنتين برونزيات في ألعابها الفردية خذت ذهب في القفز الطويل في 100 متر في 200 متر فازت بالذهب وحصلت مع الفريق الأمريكي في تتابع 100 متر و 200 متر على البرونز 5 ميداليات في دورة أولمبية واحدة وكانت نجمة الأولمبية وكان يعني شغلة وايد مؤثرة ومهمة ماريان جونز جاية من أسرة بسيطة أساسهم هم من باليزيا منطقة في يعني أمريكا الوسطى الجنوبية وهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا ووالدها انفصل عن والدتها ورباهم أبو الأم وكان بالفعل يحترمها جدا ويحبها ويقدرها بل إن كانت الأم تشتغل والأبو أهو اللي كان الأب يعني فول تايم قاعد في البيت يربيهم يربي العيال توفى في يعني فجأة في سن صغير فلقت نفسها وكانت تجد في الرياضة تفريغ لكل هذه الهموم فكانت على فكرة ترى بطلة في لعب في السلة كذلك وفي جامعتها كانت تلعب في السلة ولعبت في الـ WNBA ها اللي هو للنساء الـ NBA مال النساء وكانت تلعب في فريق مميز وكانت من بطلات السلة وبطلات المضمار وهي في الثانوية وفي الجامعة كانت مسيطرة على الولاية في ألعاب المضمار وفي كرة السلة وصلت سيدني هذا المسرح الرياضي العظيم أول شيء 2000 بداية القرن الجديد سيدني والبهرجة الإعلامية الكبيرة لدولة الألعاب الأولمبية هذه ودخلت وهي تريد أن تبقى على القمة لكن مشكلتها أنها كان الجسم بدأ يحدث نوع من الانخفاض في قدرته على العطاء رغبة عالية في الاستمرار على القمة جسم غير قادر على العطاء ماذا الذي حدث؟ ماريان جونز خذت الاستيرويدز عشان تقوي جسمها وكانت النتيجة أنها اعترفت بهذا الشيء بعد الأولمبياد وسحبت 5 ميداليات وفقدت القمة لأنها لم تعد بالشكل الصحيح سوى في دفعها للاستمرار في القمة فلم يركزون مع الجوانب الأخرى جشع الإنسان الطبيعي إن رغبتي هذه قد تدفعني لسلوك يدمرني نراكم على خير في جلسة أخرى